جينا للدكتور كمون في السبيطار الهادي شاكر في الصباح وكل شيء، وهو اللي عمل لها من دار معناها خاطر قالها هذاك ضروري قبل ما نعمل لك التسريح وكل، وعودت هي بعد من دار وكل شيء قالها لاباس معناها صحيا نكملوا فيه التسريح، خاطر هو قبل قالها كان النتيجه نتاع من دار ما تبداش ايجابيه ما نجموش نكملوا في التسريح، اعطاها الورقه اللي هي باش تمشي بها للكلينيك، واعطاها النتيجه نتاع المنظار هذاك اللي هي معناتها تنجم تمشي بها وكل شيء، ومشينا وكل الكلينيك اعطيناهم الورقه اللي جبناها من الدكتور وكل شيء، وطلبوا منا هما باش معناتها المبلغ المطلوب معناها وكل شيء، خلصنا واعطيناهم اللازم وكل، ومن بعد مشت هي اللي عطوها شامبر وكل شيء، ومشت ودخلها للصال نتاع الكاتي ما قعدتش حتى 4 دراج، واني لازقه للباب معناها نسمع في حسها، خاطر فما هي في صال داتونت الغديكه بحدا صال الكاتي وكل شيء، هي نسمع في حسها تعيط وكل شيء. وبعد ما نبقى حتى 4 دراج ما صاروش، خاطر هي اللاكسي طلب اكثر معناتها في زون ساعه ولا اكثر شوي هكا شفسر لنا، خاطر هو لازم معناتها يخدموه هكا يطلب شوي وقت وكل. حاسي من بعد خرج لي ما نعرفش خرج لي بيرسونيل غاديكا قال لي راه الدكتور حاجته بيك، كيف مشيت له كل قال لي راه يا مدام تو باش نحولها طول السبيطار الحبيب بورقيبه اون ارجون، خاطرها لازمها تو تمشي تعمل ممكن باش تعمل عمليه. يا اخي قلت له اني ممكن انت قلت لنا هي باش تبقى معناها ليلى محمد رسول الله معناتها باش تبقى كان في باش تبقى نهار ونص هي يعني باش تبات الليله هذيك وليت اللي باش تعمل تسريح من غدوه تروح راه ولاباس ماهيش حالتها معقده ولا حاجه. قال لي لا راهو التسريح ما تمش معناتها كيما المطلوب وكل شيء، قال لي والحكايات هذوما صريب والكل، وانا تو خذيت لها بقعه في الحبيب بورقيبه وكل شيء، وتو باش نبعثها. كانت باش تدخل هي كانت على اساس باش تدخل تعمل تسريح هكا هو وتخرج، وهو ريت راهو عمل لها اللي كو عاود ولا يمكن مرتين ولا ثلاثه معناها، وهي ديما تساله واحنا عملنا عند دكاتره اخرين وكل شيء، يعني قالها يعني في الليكو ما تستحقش اوبيراسيون كيروفير معناتها تستحق كان في تسريح هكا هو. ما نعرفش يا اخي فيسا هي ما تخدمتش الديلاتاسيون ما تمتش التسريح معناتها في بصحيح وكل شيء، ولا وبعثها اون ارجونس للوبيتال وكل شيء باش يغطي هو على هو والدكتور اللي خدم التسريح اللي خدم معاه التسريح باش يغطي على الخطا نتاعه السلطة المعنيه معناها كيما الاداره الجهويه للصحه بالصاقس وكيما وزاره الصحه وكل ماذا بينا ياخذوا لنا حقها معناتها ويشوفوا في الموضوع معناها يشوفوا الموضوع يشوفوا الحكايه ويتبعوا معناتها يتبعوا لها حقها.